أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يسأل عن صلاة الجمعة، من فاتته صلاة الجمعة وهو في السفر وأدرك التشهد ماذا عليه، وهل تسقط الجمعة إذا كان الإنسان مسافر؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام تتم له جمعة. أما من أدرك أقل من ركعة، كمن جاء بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية أو وهو جالس للتشهد، إنه يدخل معه بنية الظهر، قد فاتته الجمعة. وأما المسافر فلا تلزمه صلاة الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. نعم.